بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بديت في موضوع نختار نشد أخبار معاكم يتعلق بهذه لك الحملة الممنهجة لمعدل عليا، وهذه الحملة سببها أني أعطيت رأيي بشخصية عمومية. رأيي الأول كان مقال كتبته على تقدمي، قال له أقيل جنرال مصطفى واللويزي، ولا عنده خلفية شخصية. ما الله قاعد يالا، وكانت الأمور شخصية. يعود مصطفى من قريب للناس، بيلي صديق أصدقاء عندي، وبيني هو القبيلة اللي هو منها ياسر العلاقات. الصوت مسموع، الصوت مسموع. صوت مسموع. نختاركم صوت ما هو مسموع. لا مشكلة وش نهايته. صوت مسموع ولا ما هو مسموع؟ مسموع. نختار نعرف اذا كان الصوت مسموع ولا ما مسموع. مسموع ايوا سيبو. قلت عني بداية القضية كانت مع ذاك المقال اللي نشرت، واللي بلغوني احتجاجات في مقال كلام الخاسر وصلتني عن مصطفى اللويز، وخلي ياسر بشي فيهم أصدقاء مشتركين انفقعوا لأني ما شفعتهم لأني نقرا مقال نشرته. وأنا قلت بشكل واضح يعني شي كامل نشرته وقلته رأيي مثلني لأني ماني لاهينا كل عمر مهما كان الثمن، وفعلا ما قلعته. وخذ بقدر من التداعيات لا داعي للخوض فيها. عقب ذاك ونقز مصغار ولغويزي، والله ما ونقز الا ثلاث مصغار ولغويزي، وقلت رايي فيه، رايي شخصي، ويعبر عن وجهه نظري الشخصيه، يعني راي كاتب رايي وصحفي نحبس على مده رايه، وتكركر على مدته، وانحرقت داره، وتم الاعتداء عليه، وياسر مشي الفتره الماضيه، وغرب عن وطنه. وحتى المدرسة اللي قراوا فيها تركتوا قالوا انهم لا يسجلوهم، فكامل الرجال تعرضوا ما تلقى يساهم برايه، يقول انه هذا ماني معدله، والله ماني قايله، والله لا ينقوله، والله لا ينقلع هذا به اللي امورك على حد اخر، مهما كانت علاقتك بذاك الرجال، ومهما كان صحبتك له، فهمتك ما رضخت له، لا اله الا رضخت له، ما قد رضخت له في الماضي ولا اله الا رضخت له في المستقبل. هذا من ناحية. رأيي هذا اللي قلت يوم رترت من صغاره وتوافد الناس عليه هو قناعتي. أنا قناعتي عن خالق ولا هو مصطفى لوحده، خالق شنو الناس خسرت الدولة، خسرت موريتانيا، خسرت بجميع النواحي، خصوصا العسكريين. عدوا الانقلابات على المدنيين المضبطة اللي عليه يمشي من 78، وتم هذا لا يتكرر، وعينون الناس ما هو على أساس الكفاءات ولا على اساس المحسوبيه والزبونيه السياسيه، وخسروا البلد وخسروا كل شيء، حتى العسكريه والجنديه خسروها، وضخوا شويه الاموال خياليه وخسروا موريتانيا. تو باختصار ما خالق خساره اطم من الخساره اللي حدثت موريتانيا في فتره العسكريه. انا ماني داعي ولا الناس دي ضالع عن فتره ولدتها عنها فتره ذهبيه يغير الله اللي بعد على عنها، رغم ما آخر يليها وكامل في السوق، خصوصا بما يتعلق بالحريات، ولا ظالنا أسست الدولة حديثة. ليك وجهة نظر أخرى. على كل حال جاء وصنادر وبطش شوية بطش معاتي، ومنهم مصغار وها ودهست الفرصة وقلت عن مصغار على عنه ما يستحق، لا هو ولا أي عسكري آخر ما يستحق من التكريم، ما يستحق من التبجيل. بيدي هم الخصر ديمقراطيتنا، هم الخصر دولتنا، هم اللي سيبوا المال العام. بالتالي ما الله اللي على عن موريتانيا يكون شبه
لكن الكلب اللي بايرو ما خلنا مع تحفظ الى اداره الكلب اللي ما نقول للشعب الموريتاني لانه كلب شعب طيب وشعب ذكي غيرهم اللي اذا تجوزا نقدر نقول هذا المثل. عاد بنصا قاموا صاي كلاب الحقيقيين كلاب الحراسه وانطرسوا عليا كالناس المتبعه من هذا الفساد اللي كان يعدل وكان يمارس الناس المتبعه من مسغاره الناس المتبعه من ولو المختار قاموا عليا ولعبوا نوع من كلام خاص ما قال جاوبت منهم لا لقاش واحد ابي ولد زيدان وداني نجاوبوا ما لي بعد زيد اللي كتب ولا بيا عمقه ولا بيا زينه هو ولا بيا عمقه ولا بيا لغير توف بيدي انا 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 قط 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 خلقت لي قصه قديمه مازلت انا في امريكا في لاس فيغاس كانوا عندنا جيران كان عندي جيران البلد اللي ساكن فيه كانوا عندي جيران دائما وخاطر تحميس نتواطا وعندهم كلب يتربني ويتمنى لا ينبح وتمسني منه خلع انا اصلا كنت خايف من الكلاب ولا تيتباع ونختار الكلاب هما اللي يعرفوها يعني ما تيت خايف من الكلاب. المهم لان كانوا يتربني ذاك الكلب وعدت مره وقفت وعيطت عليه والله صرت ورجع عني فهمت عن الكلاب يجيهم ولا يعني يجيهم لا احد يقبلهم وينصاد ومن ذيك الساعه قررت على عني انت المجاوب عني تم نصادهم كي نزلت الكلب لاس فيغاس اللي تراجع عنه عدت الوحدين منهم عطاوني العالم وعزمت على اني هو هذا على اني بعد الله نجاوب غير مودي عرفت فهمت عن الكلاب طوال عمرها ان الكلاب طويله الاعمار للشعر وعن ما قلت حياتي كامل نوفيها بمطاردة الكلاب. انا فعلا ما حد يصيد رابي في السنغال رابي في جداتي الله يرحمها كانت عندي هوايه ملاعبه القرد الصغار وكنت دائما نقبل شوي من القيادة ونجاوب ونفرح بهم ونلعب معهم. الحق هذه الهواية ماتت عندي، هواية ملعبة القيادة ماتت عندي، ثاني ما كنت مستعدا لعب القيادة ولا كنت مستعدا ولي أن نوفي عمري بمطاردة الكلاب. هون هذا قاع ما هو اللي على أساسه همني أنني نعدل هذا البث المباشر، ما هو على أساس ذلك. أنا الصوت ما فهمت يا كانوا مسموع ولا ما هو مسموع. على كل حال ما هو على اساس ذاك ما هو على الاساس هو الوداني بغيت نتكلم لكم الليله انا بغيت نتكلم لكم الليله في اخبار تتعلق بالروايه كسروها اللي شمن الاصدقاء التقدميين الرفاق على عني نهتم بالوساطات القبليه والاطار السياسي والروايه اخرى هم اللي عن وحدين اوكي قلت عني لا نتكلم من فوق راك لا نتكلم على طول بحشيشتي كانكم تسمعوني قلت عن بالنسبة ل قلت عن بالنسبة ل هذا الموضوع ما هو اللي قاعد اللي على أساسه بغيت إني أتكلم لكم عني بغيت نتكلم لكم على أساس رواية أخرى على قضية هذو الناس اللي اللي واحدين منهم يشكوا بان اتصل علي الامير عثمان البكار ويقولوا عني انا هو اللي اتصلت به ويطلبوا انه يتوسط لي في واحدين من الخطه اللي داعين عليها كي يسكتوا عني ويعطوني العافيه وواحدين هما اللي قاع كاصفين لي ذاك كاصفين لي على اني نصنت قاع عني يغدالي شي وساطات القبائل والشيوخ القبائل وين الله اللي عن يدعون عندهم جزء من الحقيقة. أنا ما قط أبدا عتجات علي القبيلة وحاربته وكتبت عنها ولا قط حاربت اجتماع قبيلة ولا نعطي ذا كياس وفبارينا قلت لهم عن يعود ويختارون أنت من أعطيه كياس معنو عن يخلق تقسيم على أساس لحية غير ما على أساس الفخار يقولوا يبغى نقع فيها قبيلة واحدة وأنا واحد من أهلها ونبغي نتم نساعد فيه يا غير أم اللي بشرط يعود شي ما يتناقض مع مبادئ هذا رواية مثلا معروفة للناس اللي تعرفني تعرف هذه غير أنا أم اللي في النهاية في طال اجتماعي فاهم عن القبيلة عندها دور وعنها تقوى مع ضعف الدولة وهي فترة مهبات والفترة سابقتها مش قاع الصنطة الدولة ما يخالف الدولة ضعيفة ضعيفة بعد وجودها في حياة المواطن ضعيف معناها
عن 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 المواطن ان المعلن ده ما هو جاب شيء سند عليه ولا هي بالضروره الى ود الشيء ولا هي جاب قدام ولا قبيل. انا 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 ذاك مؤمن به. وتميت عندي صديق ومناضل ومدري كيفتي وكان معايا كان معايا في كونسيونس ليسونس ضمير المقاومه قالوا بيدو لاحمد تيوب سيدو لاحمد تيوب الاطار الوزير المعروف بالنزاهه ومعروف بشي كامل صالح. سيدي لحمد دي عندي عن مخالك حد ملوي تاني ما يعرفه يعرف مواقفه وعنده كتاب خاو يتكلم فيه عن حرب ضد الفساد حد قراه مدي يعرف عنه راجل موثوق موضوع وسيدي مدي شيء يعني من الكاتحين من رموز الكاتحين الأولين. بالتالي اتصل علي وهو هو منوي على انه مايل لي وعلى انه كذا وشيئا ما معزول وتوسط لي واحد كنت شاكي منه قريب عنده وفي الحقيقة كاع أنا ذاك الشخص بذاته مين عرفته وطلعت عليه اسم أخباره أتمنى بغي قاع نشكي منه عاد الواقع اللي ذاك الواقع المعارضة مع عبد الغزواني المعارضة ذاك اللي تقول له عبد العزيز شتاك مولانا لا تعسنا نعارضك ما يبغوا قاع يعد الشيء لا يعسوا يعارضوا علي نفس الشيء أمي اللي أنا لا تيسوا علي قاع عني 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 الراجل ما نحبسه به الكبير في السن وشيباني ضعيف وعندي عن عقل ومدي الله ما هو حتى ممسوس والله شيء. وجاني صاحبي وخويا وغالي علي وتوسط لي ووسطته قلت له والله ومشيت انا وهو وسحبنا الشكاية. سحبنا الشكاية. وهذاك وفي نصها شكايات اخرى ما هم لا ينسحوا ما سحبتهم لا هم ولن ينسحبهم ابدا. بالتالي تصل لي جاني بيلي في اخر الوقت قال لي من ثاني بالليل باه وقال لي عن عثمان البكار الامير بلاد الناصر عم يختي يتكلم معايا وتكلم معايا وشكرني على اني سحبت الشكايه واعتذر لي بالنيابه عن الراجل اللي كنت راهي نشكي منه وتكلم لي عن ياسر التواريخ والعلاقات المتداخلة بينه هو وقبيلته مع قبيلتي يعني المجموعة العشائرية اللي انتمالها وطلب مني على عني ان نعتنقد نعتذر نقول عني معتذر لولاة الناصر إذا أسأت لهم هاي الصيغة جبرت ملائمة إذا أسأت لهم لكن الشرط جبرت ملائمة يعني إني نعود أسأت لولاة الناصر اني معترف بالاغاله الحال على اني ما اسأت لهم وانا فعلا اسأت لهم معترف وهذا 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 قد يعود يدخل فيه شوي من التلاعب بالالفاظ والله التلاعب بالكلمات هذا هو اللي خلق ولا عندي غايه من سوقي على اني انا انه تلفن علي يعني انا وتلفنت علي انه تلفن علي وانا وتلفنت علي ما عندي غايه من سوقي وعندي الادله كامله ورقم تلفوني ذاك ما فيها رقم عثمان الشيخ ولاد الناصر ما عندي رقم ما نتكلم عن تليفون بي وكتب هذا هو اللي خلي راغني هو وراغني بيلي لأن يقول إني معتار لهلا قويزي قلت يعني عدل لما أنا ما قلت له هو ما دعوت قلت له بيلي قلت نقول له هو لا سكت وتوف يا غير ماني أنا اعتار لهم بيلي ما عدت لهم شيء هو لهم شخصية عمومية أولادهم اللي ما هم بالدولة ولا قد تشتغلوا في الدولة ولا قد تصيروا المال العام ما عليه نسميه يغير هو الدولة ما قد نعتذر عن شيء قلتوا عنه هذا هو اللي خلق الباع وانا اعتذرت وشينا عندي غير فعلا خلق الكراهات الاجتماعية لحد في موريتانيا بالله عليهم يرتخلها اعتذرت ذاك الاعتذار ذاك اللي هو مشكلة مصغاره يختار الصنادرة عن ولاد الناصر كامل به اللي كثر فايتهم عليه من فايت عليه ولاد الناصر يا غير منين يجبر مشكلة مع حد والله يسمي حد يسوى محق لا يقوم دافع شر ولاد الناصر ويقول لهم انه هو انه ولاد الناصر ما عاد شيء خاسر هذا هو اللي عدل الناس كامل الموريتاني كامل وعدل ومحقني يعني الحق لي هم لا قدر الله ان لا هم اللي ما لين يجبر الدولة يعني قد ما نجبر رفاقي لا يقوم دافع نقيس القبيلة معدل القشة التي يتعلق بها الغريق للطبيعة
وبالتالي هذا هو اللي خلي. وانا قاعد تلهن علي الشيخ هاي القبيلة الثانية اللي واحد منها من اولادها اللي عيط ويقول كان خاسر ترجم لي واعتذر لي عن ما يقال اسمه بي اللي ماني قابل منه اذنه غير بعد انقالي عنه هو الشيخ ورجال يقدموا لي تليفون قال لي عنه هو الشيخ التقليدي ذيك المجموعة واعتذر لي عن القضية وقال لي عنها ما تمثلهم لا تمثل رأيهم وقبلت منه لا نعرف ما عنده فيها شيء ونعرف انه ما يقدر يسكت رجاج او ما يقول ليش الكلام خاسر صرت انه يخلص علي ما يقدر يسكت هاتف عمومي يعود لا تندار فيه الغلة وترمده وتتكلم فيه ما يقدر تسكته يعني حتى انك تدير فيه الغلة يتم يتكلم وما يقدر يسكت هذه ايضا الامور مسلمة وحديث خطأ انا 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 مقتنع بها نعرف عن الشاقة التقليدية ومليغاك لها أكثر رمزية لي من فعليتها هذا هو اللي خليب نختير أن ننبه لنيانا ما قطعت مؤمن بالقبيلة ولا هي لهي تطرالي القبيلة ما قطعت مؤمن بها ولا هي لهي تطرالي ولا نراجع عنها تطرالي يغير ما قطعت مؤمن بالقبلية والقبيلة في طار السياسي في طار ما لهي نزل بالحدث بيلي على حساب واحد بيلي ذا من قبيلتي وذا من قبيلتي ولو عاد لي من قبيلتي أشبه وأفضل وأكثر كفاءة ثماني له عدو لين عود مسؤول عمومي ما له نقدم واحدين من قبيلتي على حساب واحدين بأكثر أقل كفاءة واحدين أكثر كفاءة نأخرهم ونقدم واحدين أقل كفاءة بيلي من قبيلتي كذا العيار عدو المهيت يعني والله من جيتي هذا ما له عدو ما له أبدا أبدا نعود ميزان نعود القبيلية ميزان عندي للتفاضل ولا شيء يغير لكي كارتيه اللي ساكن اختيته دائما مصلوله ودائما مدى ساكنه كارتيه تبغى الرجال يديروا عليها لان يخلق القبيله ذاك نفسها يغير في اطار العام اطار المصلحه العامه اطار العموم ابدا ابدا ما نقدنا البو حد من قبيلتي ونقدمه لاحد من قبيلتي لا ما نقدر يعني قبيلتي قاع انا أصلاً ربيتني والدتي جداتي كهلة من الكفار رحمة الله عليها رباتني وجيت هون قاعد السنغال من السنغال قاعد في فترة من عمري بدأت كبير شوي ما أعرف ما كلام ولا كلام قاعد بيضا ما نعرف عبيك رباتني والدتي دائما إن شاء الله ينص وكوريا والكفار مثلا ما عندها قبيلة قاعد ميتاني بيدي الميتاني كامل قبائل بيدي تلاميذة وتلاميذ والدها متفرقين بالقبائل بالتالي ما تختير قبيلة عن قبيلة وأنا أصحابي من القبائل الأخرى أكثر من أصحابي من قبيلتي القبيلة ما قطعت مهماتي غير إذا بغيت ننبهه تو في الليلة على نأكد على أن الأمير تصل علي وتكلم معايا بياس من المسؤولية وتكلم معايا بياس من الأخلاق وفعلا بروح قيادية وطلب مني طلب بسيط اعتذر لولاد الناصر انا ولاد الناصر قاعد ما قلت لهم شيء اعتذرت لهم لعدت اللي قلت لهم شيء وهي معناها عله الاعتذار لعدت اللي قلت لهم شيء وذيك العله منتفيه والعله تدور مع المعلول وجودا وعدما بالتالي ما ظاهر لي على عن هذا انه يخسر شيء ذلك الملي انا في النهايه ولد زوايا ومو من الملي عن الاعتذار انه يثاب عليه هو ابن غازي العالم المعروف يقول إذا اعتذر الصديق إليك يوما تجاوز عن مساويه الكثيرة فإن الشافعي روى حديثا بإسناد صحيح للمغيرة عن المختار أن الله مختار بعد ما أقول له غويزي عن المختار أن الله يمحو بعذر واحد ألفي كبير وأنا فاصل تنتهى عني ألفي كبير بالتالي بث عذر الشيخ العشيرة رغم أنه معتذر قاعد عن شيء وما عدله بالتالي ما أرجع كان العذر ببله واعتذرت لهم اللي عن القبيلة اللي عدت اللي عدت للشيخ أسر قبيلة نحترمها قبيلة كبيرة عندي أصحابي فيها ياسرين وعندي قاعد مران لها والدتي قاعد أبطين تنطع مجهودة كان ها خالي اللي أكون والدتي ونعرف فيها ذاتي ياسر بشي رحمها إن شاء الله بالتالي هاي القبيلة من هنقد يكون عود محترمها ولا هنقد يكون على راسي ومسقاهم قلت في وجهة نظري ككاتب وصاحب رأي ولا هي وجهة نظر شخصية وغالي عن مصاري على ما هي وجهة نظر شخصية يعرف عن ما بمخالية شخصية غير أنا عادة جريء بني نقول للظاهر يتوف أنا شبها اللي نقوله يلا نقوله هو دوري وما علي إذا انفقت الناس فخرة ما عندي اللي هو سيلة لا تنفقع والله ما تنفقع
ولو غير ما نسجل هون عن التهديدات لا ما غادي شي سوليوشن ونتظرهم من الناس كامل اللي مهدد راني هون حاليا وكتب وذيك الناس اللي تقول كلام خاسر وتعدلوا وتتمادع لي وما دي راني حاليا هون كتب العادة اللي مو موريتانيا يدور فيها عدالة ندورن باهنا حقي ولا ينبع حد يسوي أنا حاس حد تحت زجيج السمانية ذاوي وإلى عاد ما يدور تعدى يوم دي أنا ماني البقية الصابر ماني لا يسكت أبدا ما حد ينحي منين وعد الشيء ما هو واضح في ذاك الملف ماني لا هي ماني لا يسكت وواصل مناضل ونعرف ندافع عن حقي ونعرف الناظر عنه والأيام بيننا دوري وضاحي كان إلى هنا مستكان والله كان إلى هنا يجيني ضغط تحت زريبة السن يجدي أثر فيه إلي نعود لهي نسحب شكاية الشكاية الوحيدة اللي ساعدت شكاية واحد مجنون وانت ولا عاقل حتى وشي باني وفاتت وصلت لي صاحب عندي وقال علي ومتذدع ليك شكاية وحدة هي شكاية لهي نسحب شكاية خرجات تأكدوا عنها لهي تنفذ السلام عليكم ورحمة الله.